بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. الله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.